رسم الجداريات يتطلب مهارات عالية جدا، من أهمها إنه إحنا نسوق الرافعة. يعني بالنسبة لي أنا تعلمت كيف إني أسوقها عشان الموضوع يسهل لي وأعتمد على نفسي. جدارية أم كلثوم من أكثر الجداريات اللي استمتعت فيها، فيها تفاصيل في الملابس، في الملامح. الملامح بالنسبة لي كنت أشوفها تحدي. طرقت تقريبا مدة الجدارية هذه تقريبا 3 أيام، طولها يوصل إلى 18 متر. فخورة جدا إنه جدارياتي تعتبر من أهم معالم البوليفارد، وهذا شيء أفتخر فيه ويسعدني كثير. طموحي ما يقف هنا، طموحي قاعد يتوسع. بالنسبة لي من أهم أهدافي أنه أنشر الفن السعودي في كل العالم.